صيام الولد بدون إذن والده، لا سيما إذا تأذى، أو والدته. صيام الولد مع بدون إذن والده مع التأذي، أو والدته مع الإيذاء، شفقة على والديه. وهذه أيضا بدون إذنه يعني. تشعر بالرحمة، يعني تشعر بالرحمة أن الولد إذا كان يصوم صوما ويشق على والديه، أن هذا وعد عم بصومه، ولا سيما في بداية ومقتبل عمره، في مثل هذه الحالة من دون إذنهما ومع المشقة هلا بطبيعة الحال سماح مع شيخنا، الإيذاء الناس والشفقة. يعني كلهم يعني يصومون بدون أن يأخذوا يعني الإذن من الأب أو الأم، الكلام يعني هل يحتاج إلى إذن صريح في أن يصوم، أو أنه فيما لو علم الوالد وهو يكره هذا الموضوع؟ يعني فيها الواضح من خلال الفتوى، وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الإيذاء شفقة، وكذا الوالدة، لأنه مع الإيذاء يحرم، بصير إيذاء الوالد والوالدة، حرمة إيذاء الوالدين مسلمة عندنا، لكن من دون إيذاء شفقة عليهما. يعني هذا الولد، يعني هلا ما في هل فصل يحتاج لا إلى الإذن يوجد، حتى يصوم؟ لا يعني هون صوم كراء، صوم الولد من دون إذن والده أو والدته، أتبع الوالدة مع الوالد شفقة عليهما. الكلام ليس الصوم الواجب كصوم شهر رمضان أو هو صوم القضاء، نعم. المقصود فيه النفل والمستحب، يعني مع عدم التأذي للوالدين شفقة عليهما، وكأنه يعني صوم الوالد من دون إذن والده، وكأن الإذن صاير هذا أمر مطلوب لتحقق الاستحباب من الولد، ليصح منه أن يصوم نفلا. هذا كما ورد في بعض الروايات.